فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين يقول الله تعالى في سورة الأنعام: أفغير الله أبتغي حكما والحكم من أسماء الله الحسنى ما المقصود بهذه الصفة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد فاسم الحكم من أسماء الله الحسنى ورد في القرآن الكريم مرة واحدة فغير الله أبتغي حكما والحكم معناه القاضي العادل الذي يكون عدله عدلا مطلقا لا شائبة فيه من ظلم ولا مجاملة ولا خطأ ولا 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 فالحكم بهذا المعنى لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى لأنه هو الذي حكمه مطلق حكمه عادل عدلا مطلقا وإن إن شاء الله جاينا وحدثنا وحد عن الصفة القادمة الحاكم العدل وأن كل أحكامه كمان يدل على الإتقان ومن هنا يعني حكمه في الكون أن مثلا ترتيب والامور وسوق الاسباب الى مسببات المسببات الى اسبابها يعني او النتائج الى اسبابها هذا ايضا يدخل في معنى الحكم بمعنى الاتقان وهذا واضح يعني لا يعني لا يحتاج الى دين يعني آه هذا الاتقان الشديد في آه العالم العلوي والعالم السفلي والانسان يعني وفي انفسكم افلا تبصرون وهنا العلماء يفتحوا الـ يعني الـ الموضوع يستدلوا بامور عجيبه جدا يعني في الـ في, الـ في اه يعني الاسنان والانياب والطفل وكيف يلتقم ثدي امه وهو مغمض العين ولا يعرف لاول مره ومن يعني هداه الى هذا حتى كما قالوا ان الدجاجه تخلد من البيضة هكذا الى الـ يعني ف يعني الواحد يقرا فعلا المؤمن جسمه يقشعر من دقه الـ الـ الاتقان طبعا فالحكم هنا معناها انه الله سبحانه وتعالى او الذات التي تثبت لها التفرد بالقضاء المطلق العادل أنه أحكم الحاكمين حتى يوم القيامة طب. ولذلك وردت حكم فقط في القرآن أفغير الله أبتغي حكما مرة واحدة مرة واحدة لكن تروح للحاكمين والكذا وردت مقيدة مقيدة لأن هنا توهم الاشتراك مع الحاكم البشري حاكم البشري فهتلاقي مثلا أحكم الحاكمين خير الحاكمين لازم يميزوا انه خارج عن الحاكمين لانه احكم الحاكمين طب ما الحكمه فضيله الامام من هذا التقارب اللفظي بين حكم وحاكم وحكيم هو لابد من اصل ده حكم المشتق في في اللغه المشتقات يعني اللي هي اصلها المصدر يعني فمعنى ان المصدر يعني هذا المصدر تشتق تشتق منه اولاد كما كما يكون هناك مثلا أب له أولاد فبالضرورة هذه الشخصية ستكون ممثلة في الأولاد فخ... يعني مثلا لو خدت عندك علم علم هذا هو المصدر يشتق منه عالم يشتق منه عليم يشتق منه علامة يشتق منه معلوم فطبعا ما دام مشتق بالضرورة الحروف موجودة في الكل لكن تختلف ال... يعني صيغة البناء هنا تختلف لكن المادة واحدة فطبعا حاكم حاكمة كذا ماخوذه من الحكمه آه. واصل ال يعني الحكم الحاكم والحكيم وكذا وكذا اصلها الم... هذه الماده اصلها المنع يعني مثلا الحكم منع للانسان ان يتعدى هذا الحكم حتى منه قالوا الحكمه التي تحكم تضع في فم الفرس وتمنعه من العدو السريع ف ومنه الحكمه الحكمه بقى هي تطلق على معاني عديده بعضهم وصل بها الى خمسة عشر معنى فيها طبعا هي العقل والعلم والاتقان وفي القران الكريم فيها على علم الدين على النبوه طبعا كتابه الحكمه وأيضاً يعلمهم الكتابة والحكمة كتاب القرآن والحكمة السنة النبوية والنبوة يعني اسم واحد يا فضيلة الإمام من ثلاثة أحرف ولكن له طبعاً. يعني بحر من المعاني. هذه هي اللغة العربية آه، وليس لها نظير في اللغات في أي لغة أخرى أي لغة أخرى قديماً ولا حديثاً